السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على فعلات بير تي في، برنامج الدوار كالعادة من دوار دوار، ومازال مسكين يتسخن على العرعار. ما على بالي شوي راني نشوفوا هاد الصور ونعاود نرجعوا. يا حودي والغير ما خلاف وعزمي مات غير ما نفيد، سي طارق هاودي لا تهضر واحد منا، لا تهضر علاش منه. سي طارق حي اخو بشني بن شنين ايوا محمديه. هنايا احنا رانا في هذا المزرعه، كاين اللي راه مستثمر وكاين اللي لا. اسمح لي، هذيك تبع قوري؟ هذه تبع مساحه فرنسا. هنا كيسموها مولها قوري. هذه كاينه متقسمه على ثلاثه، ايه تاع تاع قوري. تعرفهم؟ وانا نعرفهم، كاين انقلاب، كاين صوريط، موريال. صحيح، قرات هذا انقلاب. انقلاب كان عنده وزين هاره وين تاع تاع كاعت، وزين تاع كاعت تاع كاعت. قرات واه انقلاب، صوريط، موريال. هذا بحال هذا ولا كل واحد؟ لا كل واحد وكان ينجز روحه هنا في هذا المكان. واه في هذا المكان التجاره بكري، هنا مصنع مساحه فرنسا. واه والله خدموا كارت، هادي يخدموا كل شيء. كاعت ما يجيبوش من كلش منا، تشينا هنا كاعت هنا. شو قالك ما يجيبوش من هي فرنسا؟ كانت مستعمرتنا بصح ما يجيبوش من هي. والو كلشي كان يدوه من كلشي. صافي دور احنا قادرين نخدموا اكثر هنا. علاش رانا نجيبوا الكاعات من فرنسا ولا من بلجيك؟ شفت كيفاش كلشي يصنع؟ كاريتا كاريتا ولا تريبي انت خدمت معاهم ولا فاهم؟ لا انا زيد هنا في هذه المزرعه. شحال في عمرك؟ 64. زيد في 64. زيد في 64 بعد الاستقلال. شي بنيه تاعي كانت هنا مع تخدم مع الكور. صح شي بنيه. وكيفاش عندكم عقود على الارض هذه؟ كاين كيما انا تشغي شباب هنا. لا انت عندك سكنه هنا؟ عندي وا سكنه. تاعك؟ تاعي وا. كوارتها؟ لا املاك الدوله. تحكي تاع القوري؟ وا تاع القوري بصح ولات المزرعه. كي داتها المزرعه؟ صايره تاع مزرعه. هاي تجزئه؟ فاتت في التجزئه ولا؟ لا فاتت ولا قاعده مزرعه. لا راه شوف بصح اللي يحكم فيها واحد؟ تعرف فيها جماعه؟ وين ديك السمع على ثلاثه هنا بار كاي؟ مجموعات؟ وا يقول لك النميرو 2 3 والان. انت واش من مجمع سكني انا الان؟ الان واش عارف فيها؟ هنايا الان فيها 4 تاع السكن ولا 5، وهنا كاع مجموع راه قريب 50 عائله هنا. استنى باش نفهم، انتوما الوالو كنتوا مستثمرين وكذا هنا؟ واه هنا. والناس اللي دخلت جدد مين؟ خليني معاه باش تعرف. جاو من هاك وهاك، كانوا اللي كانوا في الصحة. وكيفاش بنا غاك ولا بعثوا له؟ لا ما كانش اللي باع له، ما كانش هنا اللي باع. كيفاش يصدم غاك يبني؟ يصدم ويبني صيد. بركانه. ولا كان يجاب نسيبه، كان يجاب بنته، كاين هذه هي كيما هاك. كاع فاميليا هنا؟ كاع فاميليا هنا داخل. فاميليا وحدة؟ لا كل واحد كيفاش. اودي واحد مشلف واحد منه واحد منه. صحيح. لا هذو كاع اليوم هنا. احنا باش نعرفوا؟ هذو كاع باتهم جونا نهار الاول. باتهم ماتوا. هم قاعدين ولادهم كاع قاعدين هنا كبروا وبناوا هنا وقعدوا هنا. استقروا ولا بس قعدوا هنا. السبعينات اسمع. لا بس السبعينات. خمس سبعينات. والله خمس سبعينات. عمري 40 عام دروك. انا في عمري 40 عام. كنت زايد هنا وكبر هنا 40 عام. اسكو فيهم جيو قبل الكبير فيهم هذا زايد 64. علاش فهمني بصح كي تكون في الدور 40 عام غادي تولي كيسماني تهبل. لا دروك ما سيغري واحد تاع 40 عام في الدوار تهبل 80 تهبل زعما المدينه وكل شيء موفر عنده. بارك الله فيك 70 تلقاشان. شوف دروك شنو نروحوا دروك لا اعانه لا سيسمو تاع الدرب هذوك اللي حكوا في هذوك عادوا. السلام عليكم. بارك الله عليك. الحمد لله انا جيناكم زياره. مرحبا بك. احنا نشكروا الناس اللي جابونا لهذا المكان، باسكو اصلا ما كانش اللي راه سامع بكم بلا كاع.
بارك الله في المساكين. هنا جينا باش توصل الانشغالات تاعك باش تحكي واش تحكي. في عمري 60 عام. ما كانش اللي جا هنا وقال لي اش خاصكم واش ما خاصكم. انت مسؤول. انت والو. انت والو. قلنا مجيولنا تاع برا هذا. والله الا من يجي يفوت لي يجو. سيتو. خاصنا يعاونونا يعطونا اعانه اللي بغا يعطونا. معلش يدخلونا حشاك الروكار ما كاش. صح معلش. خلوني نبدا معاكم. سؤال جواب واش بوني شغل راكم في عند قاضي التحقيق. انا نبغي نحقق باش هذا المسؤول كي يكون يتفرج. نسهلوا له الامور وبالك هم مغايبين على شي امور. ايا تربي احنا رانا في مزرعه الطريق بعيد على المحمديه ب 5 كيلو 5 كيلومتر. هذه كانت فيرما بكري. على كل حال احنا الفرم لان عرفوهم تاع بكري خرجوا الكوار هذا بداتهم املاك الدوله. املاك الدوله المهم كاين هذه الفيرما وهذا الاراضي تابعين لهذه الفيرما. تابعين انتم راكم تنتجوا من هذا. احكي لي كل واحد دائما ما كان زعما مجموعه عندهم طاش تاع ارض ثم هنا تخدم مع الدوله تبيعوها ولا تعيشوا نفسكم كلكم. لا هذا براسه اللي عنده يخدم عنده. حلينا سنه على ثلاثه. لا يخدم روحه ويدير روحه. يخدم روحه وفايده تاع الدوله. تدخل سي اسمه هذا ما نقول احنا تاع دوم ولا اسمه هذا يخلصوهم. اي تري بيان. مزرعه من بكري ما فيها سي نسمه. ما فيها خلاص عبد الله ما فيها خلاص عبد الله. العقود جدد هذا. استنى تخلص نشوف لها حال. الكاوري نهار اللي دارها ما دارش الروكار دار غير. لا دار كان خلاها هذو الناس كيما نقولوا حنا. ومن بعد جاو كيما نقولوا ناس كيما الحاج جاري ها هو كيما سكنوا هنا ولادهم كبروا هنا ولادهم تزوجوا كل واحد دار بناس هنا. شوف الكاوري كي دارها فيرما. الحاج معليش خلوني نهضر اروح مالك اروح نديك شوف السكنه من بالضبط تزوجها. اروح شوف السكنه بعينك. اروح شوف بعينك. عينك هي مجانا. المسؤولين جاوا ما جاوش. جاتوا شيرا وشيرا. ضحكوا علينا وراحوا. حاب قال لك نعطوكم ونديروا لكم وصاي. هذا مكان. ما فوتتهم. جاوكم على تلفون. جاو على قبل جوهم. معناتهم؟ ما جاوش يشوفوكم علاه؟ ما جاوش يشوفوكم. نقول الثانية. حاول تراك فاهم يا بلاك. شوف الداخل. على بالك راني جيت. شوف الداخل. على بالك وين تيجوا. لا ما فهمتونيش. انا سقسيت تجاوبني. لا سقسيت تجاوبني باش ما نخرجوش من الاخر. كي سقسيت تجاوب. تري بيان. الكاوري نهار اللي بناها على كل حال شوف باسكو كاين فرق بين واحد كاوري كان جا دار فيها البقر دار فيها كذا دار فيها دارها مكان عمل. لا ما فهمتنيش. لا نحكي لك على بكري. كيش كان تعمل فيرما تاع كاوري شنو يدير فيها؟ يعيش فيها بالك غير هو وحده. جات جات قعدوا هذا تزوجوا. هما يتزوجوش خاطش هذه ما ولاتش مكان العمل. ولات مكان العمل والمبيت خاطش يخدم فيها ويسكن فيها. كيما عنده فيرما وعنده سكنه في محمديه هذه انفوسيل. هذه كاع ما تلقاهاش. تلقى مسكين او الفلاح هذه داره سيدك تزوج فلاحه. ولادهم كبروا مادام كي ولادهم يكبروا غادي اوتوماتيكوم يدير زانده ويخرج قدامه. على بالي بلي السير ما مدوهمش تاع مريفي. سير تري بيان. قالت عندها مكاش. شوف درنا اعانه مكاش. درنا 2 متر. زدت انا دوزت تاع سكنه من 2005.
ما كاش انسى زعما راني نقول لك ما دو متر زعما اعانه مشي لنا كاع الغاشي هذا اعانه زعما تحكي على السينو اسمو على اش قال لك التيو اما بلي التيو تاع الماء يجي كل واحد جاب واحد من الطريق من الطريق جاب واحد الحاج من الطريق يا الحاج اهدل على الماء اللي ما عندكش في الروقان خليني نستقل نستقل على عندك وما كان عندك وما كان عندكم عقود وارض تاعك الدوله تعطيك 70 انا مازال ما شفت فيرما سقموا لهم كوارت من الحاج الا بدوا لك الكاز ندب عليا انا اللي نقولها في وجهك باش ما تزعفش ماشي انا اللي بدها ولا دارها سكاره في سالم قالك وسقدوا لك ندير لكم هاك فيها اكتب فيا اكتب فيا الحاج محطوطه مجمع سكني وعلاه ما سقموا لكمش ما كاينش اللي يزورك ما كاينش اللي يجي عندك ما كاينش اللي يجي عندك هذا من جهه اشكاطات هما تاع البلديه جابوه كي تجي انت ترسل لي دروك اسمح لي سونا الغاز انا دروك سونا الغاز كي تجي تجيب لي لا فاكتير باه نخلصها انا دروك راني محطوط بلي ساكن وا اكزيستي شتومو كيت وكيت فوطي وا انا شفت دروك انا يجي عندي غير تاع البلديه يجي عندي في الفوط كي تجي هم لا بيريود تاع الفوط يجي يقول لك ودي رانا هنا دانيال مو جابوا لنا هادو لي كلياج هادو خمسه تاع بوطيات ركبوا منا تاع الطاقه الشمسيه هادو اي خمسه كان المير مشي هذا كان قبل الحكومه القديمه قبل انا صغير انا نسول لكم راني درنا واه راني فاهمك راني فاهم درنا ولحقنا حتى السنه الوالي كاع اللي كان قديم براوا براوا هادو تاع ساعه براوا تاع ساعه وكاع في وقت احتاجيت الناس اللي كانوا هنا قاعد يدافعوا على نفسهم الاملاك بارك الله فيك وغدوه ان شاء الله انا مين كيما قال لك هذه راهي تسمى منطقه الظل هذه راهي المنطقه الظل الدراري عاد في خلاص يا كاين الدراري هنا التالي في الدار كاين اللي عندها اربع دراوي نوري لهم هذا سروين هذا حيخذ شني واحد واحد الطريق منها باتون سيكونت نزيد لك حاجه كي نغرس نو بزاف كي تكون نو بزاف نغرس فوقع الدراري يجوا مروج مع الطريق دروك يجي واحد مولا لوطو يضرب القرية الطريق لا ولا لا بارك الله فيك الدراري دروك ما تيش فيهم كونفيون راه كتفك الكواليس ولا راه كتير نبضح بس كيفاش قال لي شو دار لها واحد التحليل تاع المواطن واه مواطن واه في المشتى قال عليه الميم والواو يولي طين نورمال صاي بصح كي يجي في الصيف قال عليه طا والنون يولي موا يحوس على الماء هذه هي دروك انت واه دروك حبك تاع مطريق 500 متر نجيبها انا كاع مطريق وراني باغي نجيب هذا تيور بين دي سيري خويا دروك انا كيما تقومنيش في سينيس متعرض انا تريكس على شحال ما خاطر ما تعطينيش الباء ساعه واحد تجي حاول تعطيني نشرب بعد ما تقول له خاصه ما يشرب في ميزك يشرب والله لا نشرب سمعتي هذا كي جا دوك غير فاتح بعد غير هو وحده في الفيلم اخبار قال لك انا معاه ماتك قال لك انا معاه ماتك الحاج والله راه وحده هذا تاع صحابه كاع ماتوا قال لك انا معاه انا لا ماتوا كل ما دانوش قالوا ما شافوا حاجه مسافرين ماتوا اللي خليها عند ربك معليش خليها عند ربك معليش واللي خليها عند ربك حاج ما تفشلش هدر هدر ما تفشلش يا اخي حاربت وفقت الثوره لليوم انا حارب زيد حارب لليوم زيد حارب لليوم انا حارب زيد حارب اهدر اتكلم ما تخاف حتى من واحد اهدر اقسم بالله الحاج اهدر يسمعوا لك كاين ناس كاين ناس تحشم كاين ناس تحشم روخي الرب روخي الرب روخي الله حسبنا الله ونعم الوكيل اللي ما مشي هادي ياخذ عليها بحر الوكيل غب الوكيل الله